ماشي شي حاجة جديدة. أي الملف راه قرب وصل للمرحلة الأخيرة ديالو، وهي المرافعة ديال الدفاع ديال النقيب محمد زيان، لأن بحيث أنه هو المتهم، هو اللي كي المحامين ديالهم هما اللي كيتكلموا الأخرانيين. بقات الجلسة غادا إلى هاد الساعة الآن 7:15، والظروف ما كتسمحش، وعندنا شي 20 زميل غادي يرافعوا، علما ان الملف راه اذا حسبتوها المؤازرات راه 130 محامي اللي مسجل المؤازره ديالو في الملف، وكنا حنا اليوم حاضرين اكثر من 10 المحاميين، وشي زملاء كانوا حتى هما اتصلوا بينا قال لك على اساس تاخر المرافعه وحتى هما ينضموا باش يرافعوا في الاخر، لان اللعبه بالتالي العدد ديال المحامي كيلو بصح حتى 20 محامي اللي غادي ترافع. اذا درت اليوم غير نص ساعه لواحد راه هي شحال، هي 10 السوايع، وبالتالي ما يمكنش هذه الجلسه تبقى تطول حتى 10 الصباح، راه كاين حنا غير بشر راه كنعياو. وبالتالي ارتأت المحكمه بان ممكن تاخر هذا الملف، كنا كنتمناو يكون اسبوع، لان كاين شي عناصر دابا عاد فهمنا مثلا شنو كانوا كيقصدوا بهذه التهمه ولا بهذه التهمه. زعما غدا الجمعه والسبت والحد الناس كترتاح، والاثنين اجيت الصباح ترافع لان اخرها النهار الاثنين 14 2، بالتالي اجل غير كافي لاعداد الدفاع ديالنا ونجدوا الوثائق ديالنا نظرا لهذا الشيء الجديد اللي جا به السيد الوكيل الملك ودفاع الدفاع الوزارة الداخليه على ضوء خصنا نوجدوا الدفاع ديالنا. ما شي ما قاد لا سيما وان دابا وزاره الداخليه بكلام شبه واضح كتقول كتهم نقيب زيان بانه خائن، وانه ضد الوحده الترابيه، وان داك الشيء دار ما كيخدمش لمصالح الصحراء. وكنظن بان هذه المرافعه دي كان فيها واحد التجاوز خطير، لان الوطنيه ديال النقيب محمد زيان حتى واحد ما كيشك فيها. كل شيء كيعرف بانه هو فاش كان برلماني في الاول ديال الثمانينات راه مشى لامريكا اللاتينيه ودار واحد الجوله تما، وبفضلوا عدد من الدول ديال امريكا الجنوبيه سحبوا الاعتراف ديالو من البوليزاريو. كان عقل بان فاش كان المؤتمر ديال بيكان ديال المراه الدولي، النقيب زين بماله الخاص، وكان انا ذاك وزير حقوق الانسان بماله الخاص والمال ديال ديك الشركه ديال النقل اللي كيقولوا عليها الناس بزاف ديال الحوايج، هذيك الشركه ديال النقل هي اللي مولات بها بفلوسها باش تمول الوفد المغربي اللي مشى الرسمي، اللي مشى باش يواجه البوليزاريو في المؤتمر ديال بيكان ديال 95 ولا 96. تجيو اليوم الحزب المغربي الحر وعلى راسه النقيب محمد زيان، وراه مسجله هو الحزب الوحيد اللي سجل شكايه لدى المحكمه الجنائيه الدوليه ديال لاهاي ضد البوليزاريو، زعماء البوليزاريو والزعماء الجزائريين. نجيو في الاخر حنا نتنعتوا بالخونه، وما عرفت شكون هو الحزب اللي كيجلس في الامميه الاشتراكيه الى جانب البوليزاريو. انا كعرف كاين واحد الحزب عضو في الامميه الاشتراكيه والى جانبه لا راسد حتى هي عضوه في ديك المنظمه، وعلى الاقل انسحب، لانك عقل على المغرب النهار اللي دخلوا في الاتحاد الافريقي البوليزاريو المغرب انسحب ودير بحاله، نجي حنا نتهموا بالخيانه؟ عيب وعار، عيب وعار. هذه مرافعه، هذه مرافعه راه تقريبا عندها واحد النوع ديال الرسميات، لانها هذيك الشيء راه مسجل في محضر رسمي وكاين في الشكايه ديالهم مؤشر عليها من طرف المحكمه والصندوق، وتحطت في الملف كوثيقه رسميه. هادشي راه خطير. هذاك كنا تقدمنا بواحد الطلب ديال التجريح امام المحكمه الاستئناف ديال الرباط، وعلى اي الرئيس الاول محكمه الاستئناف ديال الرباط صدر قرار بالرفض، وحنا راه غادي نقوموا بالطعن فيه وفقا للمساطر القانونيه المعمول بها. شي عادي ماشي شي حاجه. والزميله الاستاذ المحترمه الاستاذه الخلفي والاستاذه إلهام بالفلاح حسات براسها بانها واحد العباره صدرت عن رئيس الهيئه مست بشرفهم كرامتهم كمحاميات، ماشي كعيالات، كمحاميات كجسم الدفاع،
واعتبروا بان هذيك اهانه صادره عن رئاسه الهيئه وانسحبوا. وانا كنطلب منهم انهم يرجعوا معنا للمحاكمه، لان انا شخصيا ما كنامنش بالمعركه بالانسحاب. المعركه خص تواجهها الى النهايه، وانا كنطلب منهم انهم يكونوا معنا نهار الاثنين ان شاء الله.